عايز اعرف بدايتك، يعني انت بدات ازاي وبدايتك مع الكره كانت ازاي لغايه ما انضميت لناشئين النادي الاهلي؟ هو انا طبعا بتشرف ان انا قاعد مع حضرتك يا كابتن مع سهام. انا طبعا ده بيتي وبفتخر بكده. طبعا انا كنت لعبت في نادي الشمس، ابتديت فيه سنتين لعبت فيه 2 دوري، وبعد كده قعدت منه. بدأت كام سنه محمد؟ كان في سن 8 سنوات. 8 سنين. 8 سنين وقعدت منه سنتين، وبعد كده انضميت لاختبارات النادي الاهلي في مدينه نصر هنا، ده في 2016. وكان انا بداتها من الاول خالص، خمس سنين يعني. من الاول خالص. فيعني وكابتن شرف في الاختبارات هو اللي اختارني وانضميت للنادي الاهلي بقى، وبدات مشواري مع كابتن شرف بقى. كنت حاطط في دماغك هدف ان انت هتبقى لعيب كوره؟ هو انا في دماغي، وكان عندي حلم كبير طبعا ان انا انضم للنادي الاهلي. لا، هو الكوره ديت من صغري، وهي يعني حلم كبير بالنسبه لي، يعني ان انت تلعب، مش بس بتحب تتفرج وتحضر ماتشات. لا، ده حلم كبير بالنسبه لي، يعني ان انا العب واحقق حاجات كتير قوي يعني. برافو. ده مهم، والاحلام زي ما بنتكلم يا سهام على مستوى الاحلام. الواحد يعني عاش الفتره بتاعتكم ديت، وكان دايما اول حاجه الواحد كان بيرتب احلامه شويه. يعني انا كان من احلامي ان انا العب في النادي الاهلي، يعني اخش النادي الاهلي الاول قطاع الناشئين، وبعدين الفريق الاول، وبعدين منتخب مصر.